على طول خطوط القتال في المحاور الأربعة تتراكم في أوكرانيا أكوام من الخردة كانت من قبل دبابات تسمى فخر الصناعة الروسية. تتوالى المشاهد المصورة من هنا وهناك للمدرعات والآليات العسكرية المدمرة، وخلف تدميرها كانت الطائرات التركية المسيرة والكمائن المحكمة للمقاومة الأوكرانية، بالإضافة إلى القديس كما يحب الأوكرانيون تسميته. صاروخ FGM-148 جافلين المضاد للدروع، السلاح المحوري في الدفاع عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي. صاروخ جافلين أو الرمح مضاد للدروع محمول على الكتف، أمريكي الصنع. يفضل الأوكرانيون استخدامه في معارك المناطق المكشوفة وفي حرب العصابات والكمائن بسبب الخصائص التي يوفرها من خفة الوزن وسهولة الاستخدام ودقة التصويب، حتى شكل الدواء الأمثل لمشكلة الدبابات الروسية ودروعها التفاعلية. يتمتع الرمح بإطلاق سلس لا يترك أثراً يكشف طاقمه لنيران العدو، ومع إطلاق القذيفة الصاروخية ليس أمام الدبابة الروسية أكثر من 12 ثانية لمحاولة الهرب. يعد واحداً من أفضل مضادات الدروع دقة في التصويب بنظام أطلق قذيفتك وانسى الهدف فهو حتماً سيدمر. صمم الصاروخ لاستهداف الأماكن الأقل تصفيحاً بالمدرعات بفضل المستشعرات الحرارية والبصرية في داخله. يستطيع إصابة الهدف على بعد 65 متراً حتى 4 كيلومترات. ومع بدء الغزو الروسي أبدى المسؤولون الروس تخوفاتهم من الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا، حتى اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن أوكرانيا تمتلك صواريخ جافلين أكثر من دول أعضاء في حلف الناتو. ومع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا أثبت القديس أن تخوفات روسيا كانت في محلها وأن لديها الكثير من العمل لسحب بقايا مدرعاتها من الأراضي الأوكرانية.